السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من أمام المستشفى الإقليمي لمدينة ميدلت. وكما كتشوفوا معنا الأخوات اللي كنا صورنا معهم البارح، الحمد لله كاين بعض يعني مستجدات بالنسبة للقضية ديالهم، ولادي نخليكم أنهم يعاودوا لكم شنو المستجد في الملف ديالهم. السلام عليكم. كيف بقات خصك بعدا لاباس عليها؟ درت السكانر اليوم؟ درت اليوم. اشنو مستجدات هذا الملف هذا؟ ايوا المستجدات الدرك الملكي ديال هذا الند الزراح جا لهنا قام بالواجب ديالو في ميدلت تنشكروه. ايوا والاطباء وقفوا مع البنت دارت السكانير تنشكرهم، وتنشكر السيد اللي خلص علينا الواتساب، ما كانش الفلوس موجودين عندنا دابا في هذه اللحظه. كنشكرهم وكنشكركم حتى نتوما وليداتي وقفتوا معنا، الله يجازيكم بخير. اختي دابا المشكل راه تطيح، ملي ضربتها هاد المره تطيح. مسكينه راه شفناها مسكينه. تضربوها هادو دابا تطيح في الراس، وراه الطبيب ما غاديش يكذب، راه الدكتورات وكل شيء والسكانير الله يجازيهم بخير، راه قاموا بالواجب. وتنطلب من الله ومن سيدنا يشوف هاد الشيء، يتوجه ليه سيدنا يهز علينا هاد الظلم ديال هاد الناس. فاش حسيتوا يعني فاش اتصلوا بكم هاد الناس و قال لكم اجيو عاوتاني ديروا المحاضر ديالكم ايوا حسينا بواحد الراحه بعدا، ماشي بحال الاول. الاول راه كنا محقورين. ايوا شويه دابا بعدا ماشي بحال، راه قاموا بالواجب وراه جاو من الدر حتى لميدلت وقاموا بالواجب، وراه عطيناهم الاقوال ديالنا وقلنا لهم هاد الناس اللي تعداو علينا راه قلناها لهم، راهم كل واحد بسميتو ما غاديش نذكرهم دابا، انا ما غاديش نقولهم. ما يصلحش انا نقولهم، حيت الناس راه تبعوا معنا البارح القصه ديالكم. راه كاين الراجل بين الجار ديالكم يعني كان كيتكرف عليكم وضرب الاخت ديالك شحال من مره وكيضربها حامهم كلهم دابا، لا هو ولا ربيبتو ولا المراه ديالو، ما كاين لي لا الناهي ولا المنتهي. هما كثير عندهم العائله وحنا غير حنا في وسط منهم بجوج، هما كثر. ايوا والله ربي فوق من كل شيء، والله ينصر. هذا الشيء موجهه لسيدنا يشوف حالتنا، يوقفوا معنا، وانتم وقفتوا معنا الله يوقف معاكم، والله يجازيكم بخير. هذا واجب، الله يرضي عليكم وليداتي. وقفتوا معنا لله من الامور ماشيه في الطريق الصحيح، ومن اللي غير ما ماتش اختي حمد الله وشكرتهم، اللي بعدا خرج الامور هذا الشيء راه اللهم لك الحمد. حتى النتائج يعني ديال 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 السكانير يخرجوا، السكانير ما يخرجش فيها شي ما يخرج فيها شي حاجه خايبه، شي حاجه اللي صعيبه. قلتي لي الاخت ديالك كتسخف مسكينه دابا كطيح من هذا الشيء اللي ضربتها هاد المراه، حيت ضربتها بالعصا ديال الكراطه وطيحوها وضربوها، وراه تكرفسوا عليها بزاف وتكرفسوا، حيت هما دابا غير الغدر اللي كيغدرونا، ما تواجبوكش مباشره، تنتعرضوا للعنف من هاد الناس. وتنطلب الله وسيدنا يحميونا من هاد الناس ويهزوا علينا هاد الظلم. تنتمنوا ان شاء الله ان الرساله ديالكم توصل، وحنا احسن حاجه هي ملي سمعناكم انكم يعني كاين واحد المستجدات في الملف ديالكم، وبغينا نوجهوا داك واحد الرساله التحيه لهذاك المحسن اللي تكلف لكم. تكلف الله يجازيه بخير، حيت في هذه اللحظه ما موجود عندنا لا ريال لا جوج. وتكلف خلص علينا السكانير، حيت اختي ما عندهاش الراميد وما انا عندي الراميد، اختي ما عندهاش الراميد وخلص السكانير، الله يجازيه بخير ويطول في عمره، وهذا الشيء ويحفظكم حتى انتم وقفتوا معنا وليداتي وقفتوا معنا ويحفظكم كاملين. شنو هي الرساله اللي بغيتي توصلي يعني الناس اللي تيتابعونا بالنسبه للملف ديالكم يعني، وهذا المده كلها وهذا الشيء اللي عانيتوا منه؟ بغيتكم تشوفوا لا انا من الزر من كل شيء من المدينه ديالنا، وراه حنا بناتيت الحسن وحمو بناتيت سيدي بو موسى، بغيتكم تشوفوا تهزوا علينا هذا الظلم، راه ظلم واكبر ظلم، طاح علينا بزاف هذا الشيء ما نقدوش عليه، راه هاد الناس مرضونا نفسيا وعقليا، والله يجازيكم بخير وشكرا. ديالك مسكينه مازال يعني طيحه، مازال في غيبوبه، واخا حتى دابا خرجت دارت السكانير راه مازال كتسخف. تنتمنوا لها الشفاء العاجل. شكرا ان شاء الله ان يعني ترجع لها صحتها في اقرب وقت. امين وتبارك الله عليكم، نحن راه الاشاره. الله يجازيكم بخير، تنتمنوا ان شاء الله لكم كل خير. امين وكنتمنوا ان شاء الله نلقى من ياخذ الزرع. امين وبالتوفيق ان شاء الله لكم. شكرا، تنشكرك اولدي، تنشكركم كاملين. مرحبا. شكرا. يعني اخواني اخواتي متتبعين ديال قناه شوف تي في، كما شفتوا معنا يعني بعد النداء اللي يعني كنا دبتينا البارح ديال هذه الحالات، هاد الاختين اللي تعرضوا يعني للتعنيف ماشي مره ماشي جوج من طرف واحد الجدار حسب ما يدعون،
باش انهم يخرجوهم من دارهم، لانهم لحنين الله رحيم وعايشين بوحديتهم، لدرجه انه وصل هذاك التعنيف لواحد واحد المرحله يعني خايبه بزاف. اللي كتشوفوا معنا هذه الحاله اللي امامنا انها تعرضت يعني للضرب على مستوى الراس، وراه درت السكانير يعني اليوم، ولحد الان مازال ما بانش ناتج ديال السكانير. كنتمنوا ان شاء الله ان الرساله ديالهم يعني توصل، وان ما يكون عندها باس من ناحيه السكانير. بغينا ندوز لكم يعني الكلمه ديال الاخت ديالها، ولكن كاتبه لي في الحاله فاش راه يعني راه في واحد الحاله شويه صعيبه. نحاولوا واش شوف واش تقدر تهضر معنا الاخت ديالك. تقدر تهضر؟ لا خليها صافي خليها ماشي مشكل. انتم كتشوفوا معنا صوتا وصوره اخواني اخواتي، ما يعني ما يمكنش غادي نضغطوا عليها باش انا تهضر. حنا ما كناش وصلنا الرساله ديالها والمعاناه ديالها، بحكم انها هي الانسانه يعني متضرره بشكل كبير من هذا العنف هذا والتعنيف. لكن للاسف يعني حالتها الصحيه لا تسمح. كنتمنوا لها الشفاء العاجل، وكنتمنوا ان شاء الله يعني ان هذا الملف هذا ديالهم انه يمشي في المجرى القانوني ديالو وياخذوا الحق ديالهم، لان حنا تنامنوا بالمؤسسات ديالنا، تنامنوا في القضاء ديالنا، تنامنوا بالقانون، تنامنوا يعني بالديمقراطيه. وكنتمنوا ان شاء الله ان هاد الناس يتخذ لهم حقهم. ما يتلجوا الصدر هو ان يعني اليوم كاين خطوات يعني في الملف ديالهم اللي الحمد لله كما عبرت الاخت ديال الضحيه، انهم حسوا براسهم مواطنات وحسوا براسهم انهم تعطى لهم اهتمام من خلال انهم تستمعوا للاقوال ديالهم اليوم، ومن خلال ان واحد المحسن تدخل وخلص عليهم السكانير. الحمد لله هذا الشيء يتلج الصدر. وكنبغي نوجه واحد التحيه ديال الاجلال وتحيه التقدير للناس المحسنين اللي دائما ما عمرهم خذلونا، ودائما كيتدخلوا بالنسبه للحالات اللي تستدعي يعني تدخل العاجل. لحد الان مازال ما خرجش كما قلت لي زاناليز بالنسبه للسكانير، وكنتمنوا ما يكون عندها باس، لان الضربه ديال الراس صعيبه شي شويه. وكما عبرت لنا الاخت ديالها انها كتسخف وكطيح، يعني ما كتحكمش في راسها وكتفقد الوعي مره. كنتمنوا ان شاء الله ان هذا الشيء ما ياثرش على الصحه ديالها المستقبل، وما يكونش شي ضرر يعني وخيم بالنسبه يعني على حياتها يعني ان شاء الله. ونتمنوا لها ان شاء الله كل خير. يعني ها انتم كتشوفوا معنا، جينا اليوم تابعنا معاهم الملف يعني من امام المستشفى الاقليمي لمدينه ميدلز، والمستجدات اللي كانوا راح نربطنا يعني المعلومات مع المشاهدين الكرام والمشاهدين الكريمات من خلال هذا المباشر هذا. وحنا دائما يعني راهنا الاشاره. قولي لي اختي فاطمه، راكي شدي الميكرو؟ دابا نتوما فين غادي تمشيو؟ دابا نتوما فين جالسين؟ فين جالسين؟ عند واحد الناس ديال هذا، شي ناس ديالكم؟ شي ناس ديالنا جالسين عندهم هنا في هذا، وراه قاموا بالواجب. الله يجازيهم بخير، تقبلونا مزيان الله يجازيهم بخير. ايوا حنا ما خلاوناش، قالوا لنا خصكم حتى تحيت عليك اختي، دابا كتبقى شويه وطيح ضروري هنا السبيطار قريب لنا. ايوا الله يجازيكم بخير. دابا بغيتي ترجعي للدار الوالدين تشمي فيها ريحه الوالدين او لا؟ يعني بغيت دارنا، ولان هاد الناس راهم حرموا علينا دارنا ما تيخليوناش نعيشوا في دارنا كيما بغينا، بالهضره اللي ما تتسمعش، وكلشي وكلشي تيديروه لنا هاد الناس. وتنطلب من الله حتى هاد الناس يعطيونا اتساع، راه بزاف هاد الشيء، راه ما يبغيه لا الله لا العبد. الانسان يستوعى مع راسو ويتذكر مع راسو، راه ربي ما تيبغيش الظلم. نتمنوا لكم ان شاء الله الخير، والله يوفقكم والله يسر لكم، وتنتمنوا يعني الشفاء العاجل بالنسبه للاخت ديالك على صحتها في اقرب وقت. يعني شكرا لكل من يعني ساند الاختين، اي واحد دعم معاهم، اي واحد بارطاجا، اي واحد دخل في هذه الحاله ديال هاد الناس، لانهم يستحقون الكل الافضل. وبقاو فينا بزاف صراحه والله العظيم. انتم كتشوفوا الصور ابلغ من اي تعليق. وكنتمنوا ان شاء الله ان القانون ياخذ مجراه، وكنثقوا في المؤسسه ديالنا، ولنا عوده لهذا الملف مجددا ان شاء الله. تحياتي لكم متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي من امام المستشفى الاقليمي لمدينه ميدلز.